بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا مزيان وتكون أموركم مزيانة. مرحبا بكم في قناة مريم المتنوعة. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الصباغة طبيعية باللون البني. إذا كنتي باغا تصبغي شعرك بلا صباغة يعني كيماوية، كاين الحل طبيعي يعطيك واحد اللون بني رائع وكتغطي لنا الشيب مع المداومة. الصباغة هذه زوينة ومكوناتها متوفرة. المكونات اللي كنحتاجو عندي هنايا واحد البيضة كاملة، عندي هنا واحد الكأس ديال مغلي حبوب الشاي باش غادي نخلط هاد المكونات، وكنحتاجو معلقة كبيرة ديال الصابون البلدي، معلقة صغيرة ديال الكركم البلدي، معلقة كبيرة ديال الحناء الطبيعية للشعر، وملعقتين صغيرتين من حبوب الشاي المطحون، معلقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان. الكمية حسب طول وحسب كثافة الشعر. نبداو البنات نصايبو هاد الصبغة هادي الطبيعية. اول حاجة كناخد هاد البيضة هادي، غادي نضيف ليها معلقة ديال الصابون البلدي، وكنضيف ليها الكركم. هاد الصباغة هادي زوينة والمكونات اللي فيها طبيعية، يعني البنات حاولوا نديرو صباغة طبيعية احسن من هادوك الصبايغ اللي كيخرجوا على الشعر ديالنا. صباغة طبيعية الا ما نفعتش ما كتضرش، وحسب الشعر يعني الصباغة الطبيعية راه كتخرج، خاصها غير الصبر وخاص المداومة على الصباغة الطبيعية، ماشي اول مرة. يعني خصوصا البنات اللي الشعر ديالهم كيكون يعني اسود، ضروري يعني تصبروا على الصباغة الطبيعية باش كيخرج لكم اللون المرغوب. نخلطوا البنات هاد المكونات اللي درت، يعني المكونات الاوليه اللي درت، نخلطهم جيدا. كما كتشوفوا المعلقه ما كتخلطش لي مزيان المكونات. ناخد واحد الشوكه باش نمزج جيدا. الصابون البلدي الا ما كانش دايب لينا ما كيبغيش يتخلط لينا بسهوله مع البيض، عليها يعني خديت هذه الشوكه هذه باش يعني تخلطوا ليا جيدا. كيف ما كتشوفوا البنات، من بعد ما دخلت داك الصابون البلدي مع الكركم مع البيض ندخلهم جيدا، كيولي عندنا واحد الخليط متجانس. ضروري المرحله هي الاولى، ماشي نخلط كاع المكونات يعني في مره واحده. كيف ما كتشوفوا كنحصل على هاد القوام هذا. عاد غادي نضيف باقي المكونات. ودابا الاخوات ديالي غادي نضيف باقي المكونات، حبوب الشاي المطحون مع قهوة سريعة الذوبان مع الحناء.
ونمزج المكونات ديالي جيدا. ملي ضفت الخليط الاول ديك الساعه عاد غادي نبقى نضيف مغلي حبوب الشاي باش كنحصلوا على واحد الخليط متجانس. مزجوا البنات جيدا يعني حتى نحصلوا على واحد القوام ما يكونش يعني خفيف وما يكونش يعني شاد راسه. كنبقى نزيد شويه بشويه. كما كتشوفوا البنات باقي عندي القوام شويه ثقيل، غادي نزيد مغلي حبوب الشاي كما كتشوفوا مازال عندي ثقيل. يعني كنبغي نبين لكم كاع المراحل باش يعني الصبغه تطبقوها بشكل صحيح. دابا غنزيد غير واحد شويه ديال الاخرى باش ما نجريوش الصباغ ديالنا. وضروري البنات نخلط جيدا في ما نضيف مغلي حبوب الشاي، كنخلط مزيان باش هدوك المكونات كيندمجوا ليا مع بعضياتهم. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هذا هو القوام اللي كنحصل عليه، يعني كيكون عندنا واحد القوام متجانس بهذا الشكل هذا. دابا البنات غنقول لكم طريقه الاستعمال. بالنسبه لطريقه الاستعمال نطبقوها على الشعر ديالنا من الجذور الى الاطراف خصله بخصله. نقسموا الشعر ديالنا وكنبقى نملأ يعني كل خصله بهاد الصبغه هذه. اللي ما قداتهمش يعني الصبغه يضعفوا هاد المكونات، وديك الساعه الناس كنغطيو الشعر ديالنا بشي قبعه ولا مهم كنغطيو الشعر ديالنا وكنخليوها المده ما بين 3 حتى 4 سوايع. كنغسلو الشعر ديالنا عادي
يعني كان اول حاجه نهبطو يعني الشعر ديالنا من هاد الصباغات، كنضيف الشامبوان اللي كنستعمل. صراحه غزاله هاد الصباغه، هادي كتعطينا واحد اللون بني رائع. يعني البنات الشعر ديالهم فاتح راه كتعطيهم واحد اللون رائع. المهم البنات، هاد الصباغه هادي نعاودوها كل اسبوعين باش نحصلوا على اللون المرغوب. يعني الا بغيتوا الشعر يزيد يعطيكم اللون، نعاودوها كل اسبوعين. راه مكوناتها زوينه البنات الشعر ديالنا، ومفيدين بزاف كيف قلت لكم في اول الفيديو. الصباغه الطبيعيه الا ما نفعتناش في الشعر ديالنا ما كتضرش، غير خاص الصبر على الصباغه الطبيعيه. دائما الصباغه الطبيعيه خاص المداومه على الاستعمال ديالها، بالخصوص البنات اللي الشعر ديالهم اسود. يعني في اي فيديو كنقولها وكنعاودها باش الا كانت شي متتبعه جديده شافت الفيديو تاخذ المعلومه الصحيحه. البنات اللي الشعر ديالهم اسود يعني يديروا وصفات لتفتيح لون الشعر، باش الا بغاو يديروا وصفات طبيعيه كيخرجوا لهم. والبنات اللي الشعر ديالهم فاتح راه الصباغه الطبيعيه كتخرج يعني من الاستعمال الاول، غير على حسب كل وحده والشعر ديالها، على حسب كل وحده واللون ديال الشعر ديالها. كاينه شي بنت وخلاص يعني الشعر ديالها فاتح كدير الصباغه الطبيعيه وما كيخرج ليهاش اللون اللي كتبغي، غير تعاود دير الصباغه الطبيعيه غيخرج ليها اللون المرغوب. واي صباغه كنحطها في القناه مجربه 100%، ماشي كنحط صباغه عشوائيه. اي صباغه كنحطها راها مجربه 100%. مهم البنات، هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شاركت معكم هاد الصباغه هذه باللون البني، كيخرج لنا واحد اللون بني زوين. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش البنات دعموني باشتراك ديالكم وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد، وديروا تعليق ولايك. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.